أنا ملتزم بمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنوي القيام بكل ما في وسعي لمساعدتهم على تحقيق هذا الهدف. نؤكد لكم مرة أخرى على موقفنا باعتماد حل الدولتين على حدود 67. دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار، وحل قضايا الوضع الدائم كافة.